ولكن عايز اخد رايكم برضو في التعليقات الكابتن وائل جمعه على موضوع الشناوي تحديدا، لانه عايزين نقفل الموضوع ده تماما. بما انه عندما سئل الكابتن وائل جمعه في قناه اون سبورت على موضوع الشناوي قال لك لا ده ما حصلش حاجه، هو اتصاب، هو كان سليم 100% واتصاب اثناء المباراه، وده طبيعي بيحصل مع اي لاعب. وهو خارج كان بيشرح للكابتن عصام الاصابه جت ازاي. هو بس الفكره ان كان في يعني احد الاصدقاء على السوشيال ميديا كان جايب فيد للمباراه. الفيد للمباراه يا كابتن اسلام بيجيب صوت الملعب بعيدا عن صوت التعليق. فالكلام اللي طلع من محمد الشناوي وهو خارج كان كلام واضح ان هو قال قبل المباراه ان انا كنت قلت لكم مش عايز العب، يعني بلاش العب، ما معناته يعني. فده كلام في الفيد اللي اتفرجوا على المباراه على الفيد كان في احد يعني الاقمار. معلش ممكن تشرح يعني ايه فيد عشان الناس؟ تاني لا الفيد يعني ايه عشان يعني ايه فيد؟ الفيد ده اللي هو ان في بعض الكلام بيبان يعني ترددات القنوات من على اقمار صناعيه مختلفه. ايوه الفيد ده بيذيع الماتش بصوت الجمهور. ايوه صوت الملعب، مفيش بقى صوت معلق، مفيش سكور شيت على الشاشه قدامك. هي فاضيه، بتبقى الشاشه فاضيه. كلين، الشاشه كلين تماما، وبتسمع المباراه بصوت الملعب. فكل حاجه انت سامعها. تمام. فكلام محمد الشناوي كان واضح ان هو بيقول ما معناته انا قلت ما العبش، انا قلت ما اشوطش، فواضح ان كان في شكوى يعني مسبقه قبل المباراه بان انا مش حابب ان انا اخوض المباراه لان انا تقريبا مصاب. فبالتالي واضح ان كان في خلاف على الحته دي، وساعات طبعا بتحصل ان في لعيب بيقول انا والله يا جماعه حاسس ان انا مش قادر، فالجهاز الطبي والجهاز الفني بيقول طب حاول يعني دوس على نفسك شويه، مباراه مهمه، مش عايزين نخاطر في المركز ده كمان، مباراه صعبه. فواضح التاكيد ان احنا دلوقتي امام وقت لازم الجهاز الفني لمنتخب مصر واتحاد الكوره يطلعوا تقرير طبي واضح عشان طبعا النهارده تصريح رسمي. الحقيقه يعني انا الحقيقه انا بثق جدا 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 في صدق الكابتن وائل جمعه، وممكن اتكلم معاك يا احمد في النقطه دي. انا بثق جدا 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 في صدق الكابتن وائل جمعه، واتمنى ان يكون ده اللي حصل فعلا، لانه او انا عارف متاكد ان ده ممكن يكون اللي حصل. ممكن تكون لحظه نرفزه، حاجه حصلت ما بين عصام والشناوي. ما برضو خلي بالك هنربطها بالماتش الاول. طب طبيعي، ما في حاجات كانت اسلام ظهرت قدام الشاشه يعني. يعني في امور، عارف لو مثلا الامور كلها الامانه في الكواليس واحنا عايزين نحافظ على الشكل العام اقول لك اوكي يلا نجمل الكلام مفيش مشكله. كان حد بيتكلم على وقائع حصلت ما نقدرش نتجاوزها. فهي الفكره ان في موقف حصل الماتش الاول، في موقف حصل النهارده وفي اصابه، وبالتالي ما دام في اصابه يبقى هنا في دور للدكتور. الدكتور محمد ابو العيله طبعا واحد من اعظم الدكاتره يعني اصابات الملاعب في مصر، طبعا لازم نسمع وجهه نظره في هذا الامر. الامر مش فني بس، انا كنت فني. اتمنى الحقيقه ان لما يطلع تصريح رسمي. يعني هم دلوقتي بيسمعوا التصريحات بتاعت كيروش اللي بيقولها علشان نقدر نقولها للجمهور، فبالتالي اعتقد قد تزيل، مع ان انا بشوف ان كيروش من المديرين الفنيين مش هيتكلم على لاعب. وجهة نظر ان هو مش هيتكلم على لاعب.